اللعبه ديت، اللعبه دي اللي التعبان بدا يخلوا الذكاء الصناعي يلعبها من غير ما يعرفوا القاعده. هو بدا يكتشف ان هو لما يخبط فيه يكبر، لما يخبط في نفسه يموت، يبدا ان هو يتعلم واحده على واحده، بيبدا ان هو يفهم التكنولوجيا اللي موجوده والقواعد اللي موجوده من غير ما احنا نبرمجه. دي الخلايا العصبيه اللي هي من خلالها بيبدا الذكاء الصناعي يتطور. الخلايا العصبيه دي نفس الخلايا اللي موجوده في الانسان، ان هو مثلا لما يشوف صوره يبدا ان هو يحللها. دي بقى نقف عندها بقى شويه، تمام؟ دي موجود ممكن نجربه حتى على الموبايل اللي انت اهوت. دي عباره عن ايه؟ انا عايز ارسم بيت، فهو مجرد رسم حته البيت اهوت الاسم دوت، تمام؟ وبدا يقول له انا عايز الليفنج روم هنا، وبدا يقول له مثلا الباث روم هنا، وحط لي الشبابيك هنا بكل بساطه. وبعد كده بدا يظهر معانا شكل البيت، وبدا يعمل اناليسيس للبيت بتاعنا. ده المطلع اهوت. خلاص انا بعته للاداره وهو هيبعت لكم اللينك في كل البرزنتيشن في كل حاجه. عايز تزود فلور، عايز تعمل بوينت في اي حاجه، بتختار اللي انت عايزه وتبدا تحدد. مثلا عايز بوينت هنا، انا عايز المدخل بتاعي يبقى هنا. وعلى فكره ده اللي شغال عليه الاوتوديسك دلوقتي. الاوتوديسك بتحاول تخلي الجزئيه دي او الفكره دي موجودة عندها في الريفت اللي جاي في 2026 27 يبدأوا يخلوا الذكاء الاصطناعي جزء أساسي في كل الحاجات الموجودة في الريفت وفي الأوتوكاد. ده أول حاجة من الحاجات المعمارية اللي احنا ممكن نستخدمها، إن احنا ممكن نقول له أنا عندي سكتش معين بفكر فيه، مش لازم أرسم كل التفاصيل، ممكن أرسم بس الحدود بتاعة المبنى. ده مثلا موقع متخصص في فك شفرات اللغه الهيروغليفيه القديمه واللغه البابليه وهكذا، تمام؟ ده موقع بيرفع عليه اللوحات ويبدا ان هو يترجمها. ده مثلا برنامج، البرنامج ده مصري، تمام؟ اسمه كونكس. البرنامج ده مجرد ان انت تبدا ترسم، بس تقول له انا عايز المكان الفاضي اهو، يعني تديله حته الارض وتقول له مثلا في جزء معين هيبقى فاضي، وجزء معين هيتبني عليه، وجزء معين هيعمل له اناليسيس، وانا عايز مثلا يكون معرض للشمس او مش معرض للشمس، بتحط كل القواعد اللي انت عايزها. تمام؟ فكونكس بيبدا يحلل ويبدا يديك اكتر من تصميم، ولو في تصميم عجبك يبدا يحوله لك اوتوكاد ويبدا يحوله لك. تمام؟ فالموقع اسمه كونكس، CONIX.AI. ماشي؟ ده مثلا هو الفيديو، هو بيبدا يشوف المعلومات اللي انت عايزها. يعني انت بتقول مثلا عندي ثلاث غرف نوم، عندي مثلا عايز حمامين، مطبخين، حسب المساحه اللي موجوده بيبدا يعمل افكار كتير جدا، وبعد كده يوريها لك وبيقول لك ده الدور الاول، ده الدور الثاني، ده الدور الثاني. وبعد كده يبدا يقول لك مثلا لو انت عايز تعدل على الاوتوكاد، نزل الاوتوكاد وعدي عليه اللي انت عايزه، وبعد كده هيوريك الريفت بالفرنتشر بتاعه كل حاجه. يعني بيجي لك المبنى متصمم بكل التفاصيل بتاعته. اسمه كونكس. ده برضه معمول بكونكس. ده اتعمل كل ده اتعمل في ربع ساعة. ده برضه بعد ما اتعمل التصميم بدأوا يعملوا أناليسيز عليه من ناحية اللي هي البيئة، اللي هي الشمس والحرارة والرياح، كل الحاجات دي اتعمل من خلال التصميم اللي اتعمل. يعني ده مش صورة، لا ده 3D، تقدر تلف في كل الاتجاهات وتبدأ تتسابع على أي برنامج من برامج الأناليسيز. ده مبدأ زي ما انت شايف الوضع تحته، بدأ يعمل دراسة عشان يشوفوا أفضل حاجة للشمس والحرارة، وبدأوا يعملوا انخفاض الحمل الحراري بمقدار 88% من 900 كيلو وات في المتر المربع ل 1200 كيلو وات في المتر المربع. طيب لو احنا بدأنا نفكر ان احنا عايزين نبدأ مشروع جديد، يعني هنبدأ بقى بعد كده نبدأ نشوف مع بعض ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها.
انا بفكر في مشروع ماشي. فعندنا اول حاجه مثلا الكوبايلوت ماشي، ده تبع مايكروسوفت، هو معتمد على شات جي بي تي، لكن هو مديله شويه امكانيات او مزايا قال له البرمجه بتاعته. فانا مثلا كان عندنا مشروع، المشروع ده كان متعلق بالهند، الثقافه الهنديه. فاحنا يعني فبدات اساله اقول له طب ايه الفرق مثلا في العماره الهنديه والعماره العربيه، من حيث شكل الكباب اللي موجوده، من حيث الحسابات اللي موجوده، العلم اللي موجود دوت ايه، الجزء المغزى اللي في النص دوت، طب عدده كام عشان نرسم ده ازاي بالظبط يعني. فبدانا نتعرف على الثقافه بسهوله من خلال ان انا اساله مباشره، فبدا يساعدني. عندنا هنا مايكروسوفت كوبايلوت، عندنا جيميناي. انت لما كنت سطب عندك جيميناي في قلب الموبايل، الشاشه مش ظاهره، جيميناي من الحاجات القويه جدا اللي انت لو سطبت عندك في الموبايل هتدمنها يعني. ميزه جيميناي ان انا لو صورت اي صوره اقدر اسال فيها الجيميناي. ممكن تاخد اي صوره وتبدا تساله ايه الصوره ديت؟ وبعد كده هو يبدا يوصف لك الصوره. جيميناي ابلكيشن ولا وش؟ جيميناي ابلكيشن وموقع، هو ده الذكاء الاصطناعي بتاع جوجل. جوجل طبعا يعني هي اقوى حاجه في الذكاء الاصطناعي لانها بقى لها سنين شغاله في الموضوع دوت، لكن ما كانتش حطاها لنفسه ده، هي كانت مش مخصصه للذكاء الاصطناعي ده.